السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبي. بالنسبة لسؤال فضيلتكم، المصافحة التي طرأت الآن مع موضوع كوفيد 19 وهي المصافحة بالقبضة، يجمع قبضته ثم يصكها في قبضة صاحبه، نقول هذا ليس من السنة في شيء، وهو لا شك أنه بدعة وبدعة منكرة، وفيها تقليد أيضا للكفار سبحان الله، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن الناس يومئذ؟ فهذا من التقليد. ولذلك نقول يا إخواني، السلام عبادة، والدليل في ذلك قول ربنا عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. طيب، هل التحية مطلقة؟ أي حاجة أقول بونجور، مونسوار، صباح الخير، مساء، لا، تقول السلام عليكم. والدليل لما خلق الله آدم قال: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة وقل لهم السلام عليكم وانظروا ماذا يرد عليك. فرح قال: السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، فزاده رحمة الله، فقال الله: هذه تحيتك وتحية ولدك من بعدك. يعني هذه هي التحية التي رضي الله عز وجل لكل الناس. جو اليهود النصارى ومن يتبعهم غيروها، اللي بيقول لك صباح الخير، اللي بيقول لك مساء الخير، اللي بيقول لك بونجور، اللي بيقول لك بونسوا، اللي بيقول لك بوناسيرا، اللي يقول لك أبيانتو، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن يبقى المسلم على ما هو عليه من هذه الصيغة الشرعية. ودليلها أن رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: عم صباحا يا محمد. قال: أبدنا الله تحية خيرا منها، السلام عليكم. وذكره المنذر في الترغيب الطريف صحيح الألباني، وهو في عند أهل السنن. ودخل واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. قال: 10. دخل الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: 20. دخل الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: 30. من أهل السنن، وذكره المنذر في الترغيب والترهيب، وأنا أنصح بهذا الكتاب في 5 مجلدات، 3 صحيحة و2 ضعيفة للشيخ الألباني، ومطبوع منه مجلد واحد مضغوط للشيخ مشهور حسن آل سلمان، يذكر فيه تعليقات الشيخ الألباني، الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمة الله على الجميع. فهذا كله يدل أنها عبادة. وربنا عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طيب، والمصافحة باليد أيضا فيها أجور عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافح تحات ذنوبهما حتى تخرج من بين أصابعهما. طيب، ما تيسرت المصافحة يبقى السلام باللسان، يبقى السلام باللسان وانتهى الأمر، والحمد لله رب العالمين. ولذلك قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الدين دين عظيم سبحان الله، كل نازلة تنزل تجد فيها مخرجا شرعيا في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لوجود هذه الجائحة ونصائح الأطباء بعدم المصافحة، لأنها يعني بقدر لا تنتشر الفيروس بهذا. نقول: ما في مانع، يبقى السلام باللسان، وهذا له أدلته أيضا. إذا الإنسان دخل مجلس فليقول السلام عليكم ثم ليجلس حيث انتهى به المجلس، في الحالة هذه يسقط المصافحة، يعني في حالة تسقط فيها المصافحة، هذه من الحالات التي تسقط فيها المصافحة، انك انت اذا دخلت المجلس تجد بعض الناس يتعنى اذا دخل المجلس يسلم على كل الربع اللي في المجلس 20 30 40 كما يكونون سلام، يقول السلام عليكم وتجلس حيث انتهى بك المجلس. فهذه من المواطن التي تسقط فيها المصافحة. ايضا من المواطن التي تسقط فيها المصافحة من سلم عليك وانت تصلي سبحان الله. فهنا لما انت بتصلي واحد قال لك السلام عليكم، فماذا يحدث؟ قديما كانوا يسلمون ويردون السلام كما في الصحيح عند أهل السنن. فالنبي قال: إن في الصلاة شغلا. فكيف كان إذا سلم يرفع؟ طبعا هو حاط يد اليمنى على اليسرى على الصدر، أو اليد اليمنى على اليسرى حاطها سواء على الصدر أو أسفل منه قليلا. فإذا دخل حد وقال لك السلام عليكم، تقوم ترفع يدك كفك اليمين وتجعل ظهره لأعلى وباطنه إلى أسفل. هذه هي إيش؟
التحية الآن فين؟ في رد السلام، في الصلاة، فسقطت هنا المصافحة. طيب أنت الآن بتأكل، يجي واحد يسلم عليك، هنا أيضا تسقط المصافحة، جزاك الله خير، ترد عليه السلام باللسان، وقول من قال لا سلام على طعام هذا قول باطل لا أصل له. فهذه مواطن كثيرة تسقط فيها المصافحة أيها الكرام الفضلاء، ومنها مواطن الآن في الجائحة هذا، الله يرفعها عنا وعنكم وعن كل مسلم رب العالمين. فيكفي السلام، يقول لك السلام نظر، لا السلام مو نظر، جزاك الله خير، يعني ايش السلام نظر؟ طالع فيك وطالع فيا؟ لا، لكن نتلفظ السلام ويبقى باللسان ويبقى بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمله. أقوم أنا أرد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، زيادة صحيحة لدى الشيخ الألباني، وذكرها في الترغيب والترهيب عند الإمام المنذري، ويكون باللسان، وكلنا مأجورون بحمد الله تبارك وتعالى. وعلينا في مثل هذه المواطن إظهار سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم الناس، وكلنا مأجور بإذن ربنا تبارك وتعالى. ربنا يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم ويعلمنا وإياكم ويسددنا وإياكم، وعلينا بنصح بعضنا بلطف ولين ومحبة. هذا الدين نزل بالرحمة أيها الكرام الفضل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وقال يرحمكم من في السماء من حديث ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عند ابي داود وغيره. اللهم ارحم ابي واخي وعمي وجميع متنا في المسلمين اجمعين، واشف امي وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعل المتقين اماما واقض حوائجنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارفع عنا الربا والوبا والبلا والزنا والزلازل والمحن وسائر الازقام ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمرنا كل خير، واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرة الثلاثاء 14 خلونة من جماد الأولى لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.